بابا حلوة ومرة. مشوارنا اليوم مع باربرا مسعد على بلدة الرملية بقضاء عليه اللي بتبعد عن العاصمة بيروت حوالي 30 كيلومتر. بلدة جبلية محافظة على التقاليد اللبنانية، وقصدنا منزل السيدة سوسن شيبان. شو رح تحضرنا سيدة شيبان؟ الفطاير بزعتر بري، أكلة لبنانية سريعة التحضير. أنا اليوم جاي أشتغل معك، أتعلمك أشتغل، أتفرج وأكتب. لكن العجينة خبريني شوي كيف عم تعمل. بنبلش مع كيلو. كيلو كيلو طحين قمح، نص ملعقة صغيرة ملح، ملح خشن مجروج، أنا بعمل ملح خشن. أنا كمان. وحط كبين زيت صغيرة وحبة خميرة صغيرة. انت هلا عم تعمل الحشوة تبع الفطاير. ايه زعتر بري، ضم الزعتر بتغسليهم منيح وبتحطي كل واحد وبتضمي، يعني انا بعمل لك قدر ضمي بس هو كله بيروح جوزي بجيبه من البرية. وتقريبا نص كيلو بندورة. نص كيلو بندورة تقريبا. اوكي وبطلي. هلا عم تحطي ملح ونص او ربع نص كمان تقريبا نظرية. هون السمنة بلدي. هسه رح احط نص الدجاجين. هلا انا مثلا هيدا بخلطه بايدي وبحس انه في غاسي اذا بتعمليه بايدي لانه بيفوتوا مضبوط. اوكي ليه ما عم تسيب ايدي؟ بدك تعبرهم بايدي. انا بحب اجي عند سوسن لانه بناكل كل النهار. بدي اجيب ملعقتين تساعدك. يس انا مش مثلك بروفيشنال. هيدي حلوه ما فيك تقولي مش حلوه. الريحة تبع الزعتر هيدا لبنان. والزيتون مع الحر والزعتر كمان تحضيره سهل. انت اللي عملت زيتون وحار؟ ايه الحار انا كثير عندي بحب الحار. ما في احلى منه، كل يوم لازم اكل حار. هلا فكريني شوي عن الحار. شطة الحرب بنظف الحرب، بشيل البذرة أكيد والعصر قصقصهم. أوكي وبسلقهم، بستغلي الماء عليهم غلبة صغيرة، حبة ملح أكيد، حبة صغيرة، وبرجع بطحنهم على دولاب الحمصين. أي وبرجع بقعد بغليهم، بغليهم على النار مثل الرز. طيب وقبل ما بدي أشيلهم مش فاكر زيت زيتون بعد الزعتر السيدة شيبان حضرت مربى اللقطين، وانتبهوا منيح للمقادير. هلا بدك تفسري لي عن هالمربى. اهم شيء انه منعشية مكسرة ونقع بكل، لأنه اللقطين بيخبط. لكل كيلو عديها متحطي سكر نص كيلو. هيدا لازم يكون البومبون تبع الولاد، مش
شي ناتوريل أديوة أدو لا فين زي سيخلص عن النار ايه أقل شي برضو شي ساعتين بيعمل لون ايه اورنج فطاير بالزعتر، زيتون بالحر، مربى اللقطين، وبعد ما انتهت الزيارة عند مدام سوسن شيبان، وبكرة موعد جديد كمان بالرملية، وأكلات جديدة مع باربرا.